مولاي عاشور العاشر، قوة المملكة سلطانها، وهو اللي يقرر مصيرها ويحقق رغبة سكانها، وهذا هو الدور نتاعك يا مولاي. الكرسي عمره ما كان تشريف، ومهما كانوا الناس دايرين بيك رايح تلقى روحك وحيد. يا سكان المملكة، مولاي السلطان عاشور العاشر راه يعلمكم باللي رانا حكمنا اللي تيلا فليشا. أنا اللي حيبو يموت معدوم قدام كاع الناس. على بالك علي من راك تهدر؟ راك تهدر على ولدي. على بالي بلي جاود راه كي ولادك، بصح مادا بيا واحد ما يدخل روحو في حياتنا. النظام هذا لازم يطبق إذا رانا حابين المملكة تاعنا تتقدم. شداد، مصير المملكة بين يديك. أنت اللي تقرر يا مولاي، يا تتحكم في الحكم يا يتحكم فيك. رحت عليك أوفيسيال. يا سكان المملكة، خبر مفرح، الغايب يعلم الحاضر. تابعوا الموسم الثالث انت عاشور العاشر مع جيزي.